الهدوء شيء أساسي في الحياة، وإحنا نستمد هذه الطاقة الإيجابية من أي مكان جميل، فدائما أحاول أكون في مكان دافي ومريح حق أبدأ حياتي بطريقة أفضل. معكم إيمان الحداد انتيري ديزاينر، اليوم بالتعاون مع دي هاوس بنراويكم شلون ننسق منطقة جلوس ونخليها أكثر هومي. بعطيكم 3 نصايح تقدرون تطبقونها وتستفيدون منها. تكستشر وايد مهم، ان نضيف تكستشر في المكان حق نحس بالورم اكثر وبالراحه اكثر. نفس ما تشوفون اختلنا هذا السوفا، لان الملمس السوفا مو سموث في دبث فيعطينا الراحه اكثر. نقدر نخلق تباين بالمكان باضافه مواسط تكون فيها تكستشر مختلف والوان مختلفه. وايد مهم ان نضيف اكسسوارات في البيت حق لا نحس ان المكان فاضي. بلانتس وايد مهم ان نضيف لمسة عطرية بالمكان حق يكسر الجمود اللي موجود بالمساحة اللي عندنا. لايتنج حلو يكون عندنا اكثر من مصدر واحد للاضاءه، فبدل ما يكون اعتمادنا الوحيد على السيلينج يكون عندنا اضاءات جانبيه بهذه سهل لنا التحكم بالجو العام للغرفه.